واحد مروح مع سمكه فقير، اللهم اجعلنا فقراء لله. واحد جبار نمرود بقول له وين رايح؟ مروح على اهلي. قال له شو المعك هادي؟ قال له سمكه. قال له اعطيني اياها، هذه بتلبع، شيلك هذه بتلبع لواحد زيي. يا ابن الحلال اولادي، يا ابن الحلال مرتي، يا ابن الحلال امي، يا ابن الحلال اهلي. قال له اللي اخذها واضربك كمان. ضربه اعنه واخذ السمكه. قاعد بيعمل في السمكه الا شوكه من السمكه نزلت في اصبعه. يا دكتور اصبعي التهب. قال له هذا بده قطع اصبعه. لفوق شويه قطعوا ايده، لفوق شويه قطعوها للكوع، لفوق شويه قطعوها للكتف. عاود دكتور منور بصيرته الله. قال له بدك نصيحتي يا عمي. قال له شو يا عمي؟ ان شاء الله نشهد عليك. قال له ظلمت حدا؟ اعتديت على حدا؟ حدا دعا عليه؟ حدا انكسر بخاطره؟ حدا بكى؟ حدا شكاك لله؟ قال له والله في كثير. قال له انو؟ قال له والله في واحد اخذ سمكته. قال له جراي استسمح منه. واحنا يلي قاعدين يا اخواني اذا ظلمنا حدا نستعجل نستسمح منه قبل ما يجينا العقاب. قال له من شان الله يا عمي تعال خذ قد ما بدك. قال له يا عمي روح عني، روح، منعت الاكل عن اولادي، عن مرتي، عن اولادي، عن بطني. قال له من شان الله دخيل عليك يا عمي. قال له اني سامحتك روح. قال له من شان الله شو دعيت علي؟ قال له دعوتي شو هم؟ يا ذا الجلال والاكرام، هذا خلقك شاف قدرته علي، ورجيني قدرتك فيه، بدي اشوف قدرتك فيه. فالغرغرينا ظلت تمشي 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 تمشي. ظالم يا جماعة الخير.